السلام عليكم أعزائي طلبة المرحلة الثانية في مادة المعادن، المحاضر أستاذ دكتور أسعد كاظم قال. مثل ما تعرفون محاضرتنا اليوم هي بعنوان العيوب الموجودة في المصبوبات. مثل ما تعرفون المصبوبات هي المنتجات اللي تنتج من عمليات السباكة، فالسباكة هي المصدر الرئيسي للمعادن. بعد تحضير المعادن من باطن الأرض أو من الأرض تدخل بعملية السباكة، وهي عملية صهر وصب في قالب معين بحيث ياخذ المعدن القالب أو الحيز اللي ينصب فيه. بعد ما انصب المعدن تجرى عليه عمليات أخرى للحصول على الأشكال، كأن يكون شيت كأن يكون اتش باير إلى آخره. فأثناء عملية السباكة لهذه المصبوبة راح ترافقها كثير من العيوب. من هذه العيوب راح نوجزها بهذه المحاضرة اليوم، نوضحها لكم طلابنا الأعزاء. النوع الأول من العيوب هو الفجوات الأنبوبية البايبينج، مثل ما تلاحظون في هذا الشكل الموجود أمامكم، أنه هذا قالب معدني تم صب المعدن في داخله. نلاحظ في النهاية العليا للقالب يوجد شكل كمثلث أو كفجوة. هذه الفجوة تكون شكلها على شكل بعض الأشكال، تصير على شكل الأنبوب أو تصير شكلها مثلث أو دائري. هذا العيب من العيوب. بعض الأحيان يكون سطحي على سطح القالب، أو بعض الأحيان يكون بداخل المعدن. هذا النوع من العيوب يسمونه الفجوات الأنبوبية. تتكون هذه الفجوات عند تبريد المعدن السائل في القالب، يعني عندما يتجمد المعدن من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة. ومثل ما تعرفون أنه لكل معدن مثل ما تعرفون أنه لكل معدن نسبة من التقلص عندما يجمد إلى تقلص معين، تقريبا يساوي 2% إلى 5% من الحجم. وهذا الانكماش هو الذي يؤدي إلى تكوين هذا النوع من العيوب. إذا هذا النوع من العيوب هو العيوب الأنبوبية اللي يتكون عند تجمد المعادن في داخل القوالب، يكون سببه هو الانكماش بسبب عملية التجمد في المسبوقات. هذا بالنسبة إلى النوع الأول من الفجوات الأنبوبية. النوع الثاني عندنا بالصبات هو تحدث ما يسمى البوروسيتي أو المسامير. هذا النوع من العيوب يحدث كما هذا لا يمكن رؤيته بالعين المجردة، هذا إلا نحتاج إلى الميكروسكوب بعد تحضير العينة بحيث نشوف هاي العيوب الموجودة تكون على شكل دوائر أو فجوات هوائية. سبب هذه العيوب أو البوروسيتي هو سببه هو انحسار الهواء أو الغاز داخل المصبوبة أثناء عملية الصب. يجب أن يصمم القالب، قالب السباكة، بحيث يكون مهيئ لخروج الهواء من دخول المعدن من جهة وخروج الغازات من الجهة الأخرى لتجنب مثل هذه الأمور. إذا هذا العيب الثاني من العيوب التي تحصل في المسبوكات اللي هو البوروسيتي، يكون سببه هو المسامير، سببه انحسار الغاز داخل المصبوبة. هذا العيب يعتبر عيب موجود في المعادن ويؤثر على الخواص الميكانيكية للمعدن، لذلك يجب أن يكون المعدن شرط أساسي، يجب أن يكون المعدن خاليا من هذه العيوب لكي يكون ناجح أو سباكته أو مصبة ناجحة. كذلك الحال بالنسبة إلى النوع الأول اللي هو البايبينج. النوع الثاني هو ما يسمى السجريجيشن، التجمع أو الانعزال. هذا النوع حقيقة من الشوائب، أو هذا النوع من العيوب ينتج عند تجمد السبيكة من الحالة الصلبة، من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة، في حالة وجود نسبة معينة من الشوائب. هذه الشوائب أثناء عملية التجمد راح تتجمع تتمركز في جهة معينة بحيث تكون داخل المعدن وتشكل فراغ شبيه بالمسامات لكنه مليء
الشوائب. ومثل ما تعرفون أن عملية الانجماد تكون تلعب الشوائب دورا رئيسيا وأساسيا فيها، باحتمال تكون نواة تخليق. هذا النوع الثالث من العيوب. بعد ما خلصنا عيوب المصبوبات، نتجه إلى الموضوع الآخر، هو الشبكات البلورية للمعادن. مثل ما قلنا في المحاضرات السابقة أن المعادن ذات نسق هندسي معين. المعادن تحتبر مواد بلورية. بلورية أي تترتب ذراتها بشكل أو بالترتيب هندسي معين، كما وضحناه في المحاضرات الأولى سابقا. فأقل وحدة بالشبكة البلورية هو يسمونه السمبل كيوبك أو المكعب البسيط. هذا المكعب البسيط أو يسموه اليونت سيل، وحدة الخلية، هي أصغر مكعب موجود في شبكة المعادن. مثل ما قلنا المعادن تتنظم على هيئة شبكة بلورية أو نسق بلوري، تتنظم به الذرات تنظيم هندسي معين. الوحدة الصغيرة منها نسميها وحدة الخلية، اليونت سيل، اللي في كل ركن من أركان المكعب تكون ذرة. وأيضا الزوايا ألفا بيتا جاما تختلف من معدن إلى آخر، لذلك هي اللي أنطت المعادن خصائص موجودة. لذلك نتيجة لهذا الترتيب والزوايا المحصورة بينها، صنفت المعادن إلى شبكات بلورية متعددة كثيرة حقيقة. احنا راح ناخذ الأمور المهمة فيها. فالمعادن البلورية تكون لها ثلاث أنواع من البنى البلورية. النوع الأول هو مكعب متمركز الجسم، اللي هو بودي سنتر كيوبيك، أو ما يسمى اختصارا بي سي سي. مثل ايش؟ مثل المولبدينيوم والفيناديوم، اللي راح نجي نشرحها بالتفصيل. عندنا مكعب متمركز الوجه اللي هو الفيس سنتر كيوبيك، اللي هو الاف سي سي، مثل النحاس والالمنيوم والرصاص والنيكل. وعندنا ايضا سداسي متراص وهو كلوز باكينج هيكساغون، اللي هو السي بي اتش، مثل الخارصين والمغنيسيوم والكاديوم. كل نوع من هذه الانواع له مميزاته وشبكته تختلف. النوع الاول والثاني هو كيوبيك، اما النوع الاخير فهو الهيكساغون السداسي مكتظ او سداسي متراص. سناتي لاحقا تفصيل كل نوع منها.